لحظة. طيب أعزائي المشاهدين، هذا طبعا مود البي في بي اسمه باتل جراوند، بلاير فيس بلاير. أنا ليفل 74 الحين، أعلى ليفل في اللعبة ذي 90 حاليا. الزبدة في ناس عشان يلفلون يدخلون دهاليز، في ناس لا يدخلون باتل جراوند اللي هو أنا داخل الحين. ليك تدخل الاثنين عادي، أنا أحب أدخل باتل جراوند لأنه لاعب ضد لاعب. زبد ان ايش مسخرتهم. عشان كذا قلت خلنا نصور الحلقة. قاعد شوف كم واحد ضدي راح فيها بضربة واحدة 6000 وشوي. الله تجمع عليه، تجمع عليه كله. ف هذا وورد كرافت يعني عبارة عن ايش؟ الاينس ضد هورد. الاينس اللي هم تحالفات الخير انا اسميهم، والهورد الشر. انا مع الشر، مع الهورد. و باتل جراوند حلاوتها انك ايش؟ تجمع نقاط اسمها انر بوينت، الكرنسي هذه هي تشتري فيها يعني أسلحة ودروع أشياء تلبسها. فيها دفاع ضد اللاعبين ضد البي بي، وحلوة غير أنها يعني تلعب ضد ناس تهايط. شوف تحكمي بس بعمره تضحك. المشكلة هو هذا التحكم اللي فالح فيه. لا اتحكم بالماوس انا مو بالكيبورد. الناس شلون يتحكمون بالكيبورد؟ هو ما ينفع لكن انا معاه ينفع. والله يا رجال اقول لك ما اعرف الكيبورد ما يصير سريع زي كذا. يعني صرت اضغط عرفت بدون ما اشوف هذا عيني على الشاشة بس تعود، ما صرت تعود. الله هناك بس حاولت عجزت. ما هو سريع زي ال بالنسبة لي لأنك يبيلك تحدد على الشخصية وبعدين أنا أحدد بالتاب. والله غريب صراحة. ايه انا خبل. يلا طز مو مشكلة، اهم شي والله دمشتهم فرشتهم فرش. ترى دام انك فارش هذا اهم شي. والله شوف هم الحين نقاطهم 1600، احنا نقاطنا هم خلاص تقريبا فازوا، وصلوا 1600 1600. ايه فازوا. خلينا نشوف كم جانا. كم جاك خبرة؟ قبل ما ادخل كان 88%، الحين صرت 97. ما هذيك الخبرة بس يعني حلو. 10% جاك. شو اسمه ذا؟